التحدي قوي دافع عن رأيك والكل سامع، قل لنا الأضرار وطبعا قل لنا ايه المنافع، وابن رأيك عالدليل قل لنا بأسلوب جميل، واسمع الرأي البديل تلقى نور الحق ساطع. ايه تحدي، ايه تحدي. اهلا بيكم اعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من التحدي. تحدي زي ما عودناكم بنحاول نجيب المواضيع اللي تمس المواطن او تكون قريبة من المواطن. النهاردة بنتناول موضوع من المواضيع الهامة جدا، موضوع استخدام السيارات الملاكي كسيارة اجرة. يعني تكتشف ان حضرتك عندك عربية او احد اشخاص عنده عربية ملاكي، فيبدأ يستخدمها في الاجرة ويبدأ يستخدمها كيعني وسيلة لنقل الاخرين علشان تبقى مصدر دخل ليه. طبعا الموضوع ده بيأثر على التاكسي الابيض او سائق التاكسي او السيارات الاجرة بكل انواعها. في طبعا مشكلة في الشارع المصري، في فوضى في هذا الامر، ظاهرة انتشرت بكثرة في كل الاماكن وعلى الاخص في الاحياء الشعبية. عربية ملاكي يتم استخدامها كسيارة اجرة. طبعا ده هل هو ظلم لسائقي التاكسي اللي بيدفعوا تأمينات وضرائب، ولا يعني من حق المواطن ان عنده سيارة يكتسب رزق به المركبة او السيارة اللي بيستخدمها؟ بلا شك موضوع هام جدا، بيهم ناس كتير جدا، بيهم قطاع عريض جدا من المجتمع. سعدنا وشرفنا الحديث حول هذا الموضوع الاستاذ اسماعيل العشري، امين عام النقابة المستقلة للنقل العام. اهلا بيك يا استاذ اسماعيل. اهلا بيك يا فندم، شرفنا ومنورنا. الله يخليك، الله يبارك لك. ومعايا على الجانب الاخر الاستاذ سيد دربالة سائق تاكسي ابيض. اهلا بيك يا استاذ. اهلا بحضرتك، شرفنا استاذ. شرفنا انت فندم. خليني ابدا معاك يا سيد، تعليق حضرتك على الناس اللي عندها عربيات ملاكي بيستخدمها كوسيلة نقل بينقل الركاب علشان يكتسب بها رزقه، طبعا ده بيتعارض مع او بيأثر عليكم في ايه؟ ده بيأثر علينا انا كسواق تاكسي او كصاحب تاكسي، بدفع تأمينات وضرائب كل سنة على اساس ان عربيتي عربية تاكسي اجرة. تمام. بالتالي دوت ليا المقابل ان انا ليا حق في الشارع ان انا اشتغل كأجرة. اشتغل كأجرة، ماليش ان انا الاقي عربيه ملاكي يجي يركب ياخد قدامي. انا دلوقتي بلاقي ده بيحصل يا استاذ سيد، بيحصل. يعني تشوف ناس بتعمل كده كتير جدا يا فندم. ظاهره بتكتر ولا ظاهره بتزيد وبتزداد وبتزداد عنفا مثلا من السواقين، كمان سواقين الملاكي، لانهم هم ما لهمش كمصدر. يعني ما لهمش مصدر ان هم جايين منه. ممكن واحد يبقى شغال شغلانه ثانيه الاقي عربيه ملاكي طالع بيها كتاكسي. يعني هي فوضى في الموضوع. فوضى في الشارع، في تانية. الشارع. طيب يا استاذ اسماعيل، اعيد على حضرتك نفس السؤال، هل ترى ان حقا هناك فوضى في استخدام السياره الملاكي كسياره اجره، ولا هو حق طبيعي للمواطن كمالك لآلة او معده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع ليه شقين، شق المصلحه العامه للمجتمع ومصلحه بعض الافراد. المصلحه العامه للمجتمع بتقتضي ان احنا نتبع القانون. في قانون للمرور اللي هو قانون 66 لسنه 1973، المادة الـ 32 منه بتنص صراحة كده على ان لا يجوز استخدام السيارة في غير موضعها المخصص ليه. وفي حالة القبض على السيارة اللي بتغير التخصص الاستخدام بتاعها بيتم مصادرة الرخصة بتاعت المركبة ورخصة القائد. تمام. وممكن يكون رخصة صاحب المركبة نفسها. وبتتحجز من 3 شهور لست شهور. تمام. ولو اتكرر طيب الموضوع. خلينا نبتعد عن حديث القانون، خلينا في حديث الواقع. يعني خلينا نتحدث في اهل القانون. تمام. خلينا في الواقع. الواقع بقى بيقول ان انا دلوقتي عندي بطالة مقنعة. انا عندي خصخصة لمعظم الشركات سواء قطاع عام او قطاع حكومي وقطاع استثماري. خصخصة بالكامل، يعني العمال اللي كانوا بيشتغلوا في اماكن قاعدين في الشارع. ده يجعلك تؤيد ان الواحد يستخدم عربيته كأجرة؟ طب انا هقول لحضرتك الاسعار دلوقتي، في انفجار للاسعار. مش غلاء الاسعار ده كلمه كنا نسمع عنها، النهارده في انفجار اسعار. طب يا فندم ده مبرر؟ طبعا مبرر، انا عايز اكل واكل لقوت عيالي. طيب هجيب منين؟ كلام جميل. طيب طب انا هستاذن حضرتك. طب انا هستاذن حضرتك. يرد بقى على هستاذن حضرتك. لا انا دلوقتي انا معايا عربيه ملاكي، كنت الاول بتباهى بيها وبروح بيها مشاويري. تمام. دلوقتي انا مش لاقي اكل، اتباهى بعربيه وانا مش لاقي اكل، لازم اعمل كده. كلام جميل. انا حدودي فين؟ طيب انا دافع ضرايب وتامينات.
انا حدودي فين؟ انا مش مسؤول عنك كملاكي. ممتاز. انا مش مسؤول عنك كملاكي. انا شغلي اجره، مرخص اجره عشان اشتغل في الشارع. مش مسؤول طبعا حد غيري. طيب هو يجي يقسمني في لقمة عيشي او يجي يبلطج عليا وهو ملاكي. طب هل يعني في الجامعات بلطجه؟ بوصل للبلطجه؟ بلطجه فعلا. بتاع الملاك هيبلطج على بتاع التاكسي؟ فعلا بيحصل في الجامعات يا فندم. بلاقي ممكن انا كتاكسي ماليش الحق ان انا اركب في وسط الملاكي، بيتجمعوا يعملوا عصابات كمان يا فندم. بيعملوا عصابات؟ عصابات يا فندم في الملاكي. طيب حضرتك نظم المجتمع علشان تمنع الظاهره دي، نظم المجتمع فعلا، حقق العداله الاجتماعيه. يا فندم انت ليه بتشعبنا يا استاذ؟ انا ما بشعبش، انا يعني بقول دلوقتي يعني انا مش لاقي اكل وعندي عربيه يا فندم، جاي تفرض مخالفه للقانون وتصدرها للمجتمع بحجه ان انا مش لاقي اكل ولا اشرب، فبالتالي ده يبقى امر واقع للمجتمع. انا عايز اكل، اكل لي عيالي. ده ما هو برد على حضرتك وبقول لك يعني تيجي تشاركني في لقمه عيشي وتقول لي اكل للمجتمع؟ اكل على الاقل في لقمه عيش عند حضرتك. انا ما عنديش، انا مش لاقي اكل اولادي. الشعب كله هيعمل زي حضرتك ما بتعمل كده، كله هيجيب. انا ايه اللي دفعني ضرائب؟ طب انت شايف يا استاذ اسماعيل يوريك عربيات، عربيات ملاكي بتركب من موقف العربيه، ده ملاكي تمام، بيستخدم من داخل موقف السيارات وبيركب اللي قال لك عليه هو. ما فيش في جيبه 50 جنيه، معاه عربيه وما معهوش 50 جنيه. يوم يشارك الراجل الغلبان ده معهوش قيمه. انا هبيع البنزين، هبيع التاكسي واشتري ملاك اشتغل زي زيك في الشارع. اولا اترفع الدعم، فبالتالي انا ما معيش البنزين اللي انا هروح بيه مشوار، ما معيش. فين حق المواطن يا فندم انه بيركب عربيه اجره او ملاكي؟ حضرتك انا بركب واحد او اتنين او تلاتة اجيب البنزين بتاعي بس، انا مش لاقي اكل، اصرف كمان على العربية؟ بيع العربية واركب في التاكسي، بيع العربية واركب مواصلة عامة. انت مش معاك فلوس؟ اللي يدفعني فرق بين ملاكي ادفع 50 جنيه اجيب لوع، 50,000 جنيه اجيب لوع، 50,000 جنيه اجيب لوع. تمام. طيب يجيب عربية ملاكي بقى، ما يجيب عربية ملاكي. هتلاقي الظاهرة دي انتشرت في الشارع. انا مع القانون دوت رغم مساوئه، لكن انا دلوقتي عايز اقول لحضرتك انا جعان واولادي جعانين، معايا عربيه، ابيع العربيه زي ما حضرتك بتقول؟ لا طبعا، انا استهلك العربيه. لا يا ان انا استخدمها، ان لا انا اشتغل، ابيع العربيه واعمل مشروع وفقا للقوانين الموجوده في البلد. انت تصدر فوضى للمجتمع بهذا الحديث. العربية ديت ما بتكملش 10,000 جنيه يا فندم، بتصدر فوضى بهذا الحديث للمجتمع. انا خلاص يا فندم انا مش لاقي اكل، هطلع اسرقك. مش لاقي اكل، هطلع اسرقك. ايه رايك بقى؟ ترد عليا تقول لي ايه؟ اعمل عداله اجتماعيه. مفيش رد. لا مش هترد عليا. في رد. انا دلوقتي منوط بالدوله انها تكفل لي كل حاجه في المجتمع. بقول لك يا فندم انا ما عنديش عربيه ومش لاقي اكل، هطلع اسرقك. حقوقي فين؟ حضرتك حقوقي كتاكسي انا فين؟ انت حضرتك ملاك وبتدور على حقوق، انا بدفع. انتوا عندكم دلوقتي رابطه وعندكم نقابه تقدروا تتكلموا وتطالبوا بحقوقكم يا فندم. لكن انا كمواطن جعان وما عنديش اكل في البيت وما معيش فلوس وعندي عربيه يا فندم، بنطالب بحقوقنا. ابيعها زي ما حضرتك بتقول. محدش بيسمعنا حضرتك، احنا بنطالب بحقوقنا فعلا بس محدش بيسمعنا. فين اللي يسمعنا؟ في مسؤولين، في قنوات شرعيه. انت بتتكلم والناس بتسمع. انت دلوقتي بتتكلم والمسؤولين بيسمعك. اتكلم يا فندم. عايز تقول يا فندم انا بقول اللي عندي. بتوع الملاكي مشاركنا في رزقنا في الشارع، واساليب بلطجه بتحصل من بتوع الملاكي. طيب حتى للمواطن العادي يا فندم كمؤمن ما مش يا أستاذ أمان. سيد يعني نعم يعني فهم. انا راجل برضو اخذ من كلام الاستاذ اسماعيل، انا راجل مش لاقي اكل يا اخي ولا لاقي اشرب ومعيش اي مصدر رزق، ايه مشكلتك ان انا انزل واشتغل يا اخي في الشارع؟ مشكلتك ايه؟ مشكلتك ليه تتعرض؟ ليه سميته بلطجه؟ ليه سميته يعني فرد قطاوه؟ يا فندم هو ده فعلا، هو ده اللي بالفعل بيحصل في الشارع المصري، ان كملاكي بيجي واحد موظف، هو بيبقى موظف عربيتي انا حر فيها اشغلها بالوضع اللي انا عايزه، اموت بقى من الجوع عشان اقول لك انا بتاع التاكسي. حضرتك بقى دلوقتي المشروع بتاع التوك توك، يركب المواطن توك توك ولا يركب عربيه ملاكي؟ يا فندم دوت حق حضرتك. في ترخيص تم للتوك توك؟ مفيش. بيحصل في ترخيص يا فندم؟ لا لا مفيش ترخيص. لا في ترخيص. ومع ذلك برضو احنا بنقول اهو التوك توك ولا الملاكي؟ لا الملاكي طبعا. التوك توك بيبقى متواجد في العشوائيات، مش بيبقى موجود مثلا في ميدان، ما بيبقاش موجود، بيبقى في العشوائيات، بيبقى في الشارع العمومي وفي الميادين العامه يا فندم. بس اللي بيركب تاكسي بيبقى عارف انه بيركب تاكسي، ما بيركبش توك توك. انما انت كملاكي هو. طب انا عايز اقول لك على حاجه. طب ليه الزبون بينفر من التاكسي وبيروح للعربيه الملاكي؟ يا فندم دوت تلاعب في العداد. لو سمحت يا فندم انا مش حضرتك اللي معني بالسؤال، اتفضل. مش معني بالاجابه، اتفضل. ليه انا اذا كان هناك سياره ملاكي او تاكسي، ليه بسيب بقى التاكسي واروح للملاكي؟ يعني اغلبيه يعني ما بيحصلش يا فندم الكلام دوت في الشارع. ما بيحصلش. طالما ما بيحصلش
يبقى انا مش هيأثر عليك بتاع الملاكي بقى. هيأثر، ما هو بيشاركني في الشارع يا فندم. ما انا بقول لك انا ليه بسيبك وبروح اركب الملاكي؟ ليه انا بسيب التاكسي المفروض الكويس، العربيه الكويسه، واروح اركب عربيه ملاكي؟ يا فندم دوت بيبقى تلاعب من بتوع الملاكي. تلاعب في عداد التاكسي قصدك؟ لا يا فندم، لا يا فندم. في كم نوع من العدادات للتاكسي؟ طيب بعد يا فندم العداد بيتراجع في المرور يا فندم كل سنه. طيب في كم نوع؟ في ثلاث انواع يا فندم. بعد اذنك اتفضل. طب ما يمكن ده هروب من 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 فوضى التاكسي، ممكن ده هروب من بلطجه سائق التاكسي، ممكن ده هروب من فرض اطاءات سائق التاكسي. روح العربيه اللي انا معايا عداد ملتزم بيه. هو الفوضى يعني هو بيطلع ارخص منك يعني يا فندم هو ارخص منك، هو بيطلع خلاص يا فندم. يبقى انت يعني انت بتتربح بطريقه زياده عن الطبيعي يا فندم. انا يعني مربوط بعداد يا فندم. بطلع بعداد، الزبون بيركب بشغل له العداد. هو بيتلاعب ان هو ممكن لو المشوار مثلا بياخد مثلا معايا في العداد 100 جنيه هو ممكن ينزله النص عشان يكتسب زبون. طيب خلينا، طب ما خلينا بقى نشوف اصحاب العربيات الملاكي، نشوف يعني احنا معانا تقرير، نشوف الناس هتقول ايه وترد عليهم ولا ايه ولا مش هتسمعهم. اعزائي المشاهدين نشوف تقرير يعني بسيارات الملاكي واصحاب السيارات الملاكي اللي بيستخدموها كوسيله نقل للمواطن. نشوف التقرير ونرجع لحضراتكم مره اخرى. ورجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين، وزي ما شفنا التقرير لاحد يعني سائقي السيارات الملاكي او مالكي سياره ملاكي، وطبعا بيقول ان هو مفيش شغل في البلد، فانا من حق ان انا اعمل او ان انا استخدم السياره بتاعتي كمصدر دخل. تعليق حضرتك على هذا الحديث؟ انا موافقه بالكليه. موافقه بالكليه؟ بالكليه. انا دلوقتي عايز اكل عيش وفي خصخصه ماشيه وفي بطاله مقنعه موجوده في الجمهور. انا دلوقتي مش لاقي اكل ولازم اكل عيالي. فندم دوت دعم البلطجه في الشارع دوت انت هقول لحضرتك رخص يا فندم اجره. رخص يا استاذ الفاضل. يا فندم رخص اجره. مشروع الاحلال والتجديد ده اللي اتعمل وليه قانون جميل قوي. ما انا هرد على حضرتك. القانون دوت لصالحك، لكن انتوا ما بتستغلوش صح، انتوا بتنافقوا المواطن يا فندم. رد عليه. بيشتغلوا بثلاث عدادات. قال لك رد، قال لك رخص اجره. انا في بدخل على كمين مرور بيراجع العداد، كل ما بدخل كل لجنه بدخل عليها بيراجع معاها العداد. يا سلام. لا يا فندم مفيش. لا 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 يا فندم ما بيحصلش. يا فندم ما بيحصلش. انا بدخل على الكمين بيبص على العداد بيسال الزبون راكب منين كمان. والله ما بيحصل. انت في مصر؟ اكيد في مصر. امال فين؟ انا بركب تاكسي برضه اكتر من مره وما بيحصلش الكلام ده. ممكن حضرتك اللي مش في مصر، يعني لما اجيب لك راجل سواق تاكسي وعنده تاكسي وبيقول لك انا بدخل على كمين بتتهكم على حديثه وتقول له انك في مصر. ممكن سواق التاكسي دوت لو هو ملتزم هيكذب الزبون وهيراعي ضميره، عمره ما هيفكر يركب الملاكي. يا فندم فين لما نص الشارع عربيات ملاكي؟ نص الشارع دلوقتي عربيات ملاكي، جامعه ام اس اي كلها عربيات ملاكي. المشكله جت منين؟ من انا حق تاكسي فين عند جامعه ام اس اي؟ خدت النمر، خدت النمر واشتريت بيها عربيه جديده. العربيه الملاكي اللي حضرتك بعتها لي ديت انا لازم اشتغل بيها. اما انا جايبها ليه؟ جايبها علشان احطها قدام البيت. لا خاصه بحضرتك يا فندم في البيت. انا مش جايبها عشان اجره. رخص اجره يا فندم واشتغل. رخص اجره واشتغل في الشارع. ربنا يرزقني بيها. رخص اجره واشتغل في الشارع. رخص اجره منين؟ هو انا لاقي اكل؟ خلاص انا هبيع اللوح اللي انا شاريها ب 50,000 جنيه واشتغل زيك. واشتغل بلطجه في الشارع. اتفقنا بقى. هنروح بقى مع بعض على الموقف. بس كده. نروح يا فندم. لازم في حل. حقي فين؟ العربيات اللي تم الاحلال والتجديد ليها ديت تروح فين؟ طيب. كلام جميل. طيب يعني الاستاذ سيد قال لحضرتك خلاص انا اللوحتين اللي انا بدفع لهم تامينات وضرايب ومؤسسه وحاجات كتير انا يا فندم اخدهم اولع فيهم او اسلمهم لاداره المرور واحول عربيتي ملاكي واشتري عربيه ثانيه واشتري عربيه ثانيه واشتغل دلوقتي ولتكن دوله الفوضى ولتكن دوله بلا قانون ولتكن شارع بلا قانون ولا نظام. بس قبل ما تجاوب انا فاصل قصير جدا اعزائي المشاهدين ونرجع لحضراتكم مره اخرى فانتظرونا. رأي البديل تلقى نور الحق ساطع. ايه تحدي ايه؟ تقوم ودافع عن رأيك والكل سامع. قول لنا الأضرار وطبعا قول لنا ايه المنافع وابن رأيك على الدليل. قول لنا بأسلوب جميل واسمع الرأي البديل تلقى نور الحق ساطع. ايه تحدي ايه تحدي؟
ورجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين من الفصل، وما زلنا مع فوضى السيارات الملاكي واستخدامها بديلا للتاكسي الابيض. يعني تستخدم عربيه ملاكي في نقل الركاب علشان تبقى مصدر دخل. بتوع التاكسي الابيض او سيارات الاجره بيقول لك ده طبعا بلطجه في الشارع وفوضى في الشارع، والاستاذ اسماعيل بيقول لك لا، الناس مش لاقيه تاكل، فمن حقها ان هي تبحث عن قوت رزقها. وجهتي نظر لهما كامل الاحترام. كان الحديث مع الاستاذ اسماعيل. يا استاذ اسماعيل، لما حضرتك بتؤيد هذه النظريه، الاستاذ سيد قال لك خلاص انا اتخلص من النمرتين الاجره، او ابيعهم او ابيع التاكسي واجيب عربيه ملاكي، ووفرت على نفسي اعباء وخلاص، وتبقى واستخدم العربيه ملاكي في الاجره، ولتكن ندعم دوله الفوضى، ندعم دوله مخالفه النظام، ولندعم يعني فوضى الشارع المصري. تعليق حضرتك على هذا الحديث. اولا انا مع القانون، ولابد من اصدار قانون. انا عندي 42000 تاكسي. اديني فرصه بقى اتكلم، حضرتك اتكلمت وانا ما قطعتكش بعد اذن حضرتك يا فندم. اولا انا مع القانون، اذا كان القانون يسمح لك يا فندم ان انت تاخد حقي كمواطن. هقول لحضرتك حقي اللي انا هقول لحضرتك حقي انت تاخده ازاي. هقول لحضرتك كمواطن يا فندم، في اتفاقيه التجاره الحره 42000 تاكسي. 42000 تاكسي لعام 2014 لعام 2014 42000 تاكسي. كل المؤسسات بتخرج عمالها. قانون 18 لسنة 2015 اللي هو قانون الخدمة المدنية ده هيطلع لي 6 مليون. أنا قانوني فين كصاحب تاكس؟ هيطلع لي 6 مليون في الشارع، هيقعدوا فين ويشتغلوا إيه؟ يا فندم هياكلوا منين؟ أنا قانوني فين كصاحب تاكس؟ إحنا مستهلكين دلوقتي، لابد من خروج من مأزق بحلول قانونية. ما ترد عليا يا فندم. ما أنا بقول لحضرتك أهو، بحلول قانونية لازم يكون في قانون. يعني يا فندم ما تحملش أعبائك عليا انا كمواطن. وحضرتك انت اللي بتحمل اعباءك عليا اصلا. لا يا فندم انا ده حقي، انت راجل ربنا مديك واشتريت لوح زي ما حضرتك بتقول ب 50000 جنيه. حق مفروع، حق دوت حق يا استاذي. معاك 50000 جنيه تقول له هو يديني انا عشان يبقى في عداله اجتماعيه، مش تقول لي انا بيع العربيه اللي هي ب 10000. اقول لي مين؟ اللي هو حق مفروع بتاع التاكسي. لو حد كام؟ انت عايز من بتاع التاكسي فلوس؟ ما انا هقول لحضرتك ايه اللي يخلي لو حد بتاعته ب 50000 جنيه. يا فندم دلوقتي فوضى اخرى وده موضوع تاني. ده كلام اقساط. انا دلوقتي التاكسي بتاعي ما بسدش اقساط بسبب الملاكي. انت واخد حق. لا يا حبيبي مش بسبب، حق مش مشروع، بسبب جشع. يا فندم بسبب جشع منين؟ انا كمواطن قدمت خدت. حضرتك بتلعب في العداد. ايوه بتلعب في العداد. العداد لكده اثبت لي انك انت ماشي بعداد مظبوط يا فندم. مستحيل. انا بيتراجع في المرور. لا 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 وتقول لي في الموقف بيراجعوه والمرور. ايوه يا فندم في الشارع. الكمين في الشارع، الكمين في الشارع دوت بيراجع العداد بتاعي. وانا بتكلم على العدادات يا استاذ. انا بتكلم على العدادات. انا حديثي عن السيارات الملاكي. انا بدور على حقي كتاكسي اجره في الشارع. طيب يعني اذا كانت هناك يعني وليكن ضرر يقع على فئه، هل تحمل هذا الضرر اللي فيها اخرى؟ لا طبعا. اي عدل في ذلك؟ اي منطق في ذلك؟ في اداره مسؤوله ان هي توفق الاوضاع. طيب. وتصدر القوانين اللازمه. طب يا قدر يا فندم ما تجيش تظلمني انا في الشارع، ما تجيش تظلمني وتاخد حقي في الشارع. انا مرخص اجره وماشي بالقوانين بتاعتي ملتزم بيها. اذا انت عارف القوانين ملتزم بيها يا فندم. اذا جاع ابني وطلب ياكل يبقى هنا في قانون غلط. يا فندم ما تحملنيش انا كسواق تاكسي عليا اقساط وماضي شيكات. ما تحملنيش لو ابني جاع. عمل الدوله يا فندم. انا اكلك انت. أنا. يا فندم تاكل مش ازاي؟ مش اكل رزقك اللي في إيه الشارع. لا يا فندم تاكل ازاي؟ ايوه حقي فين؟ لا اله الا الله. حقي كسواق تاكسي في الشارع فين؟ مساله ان انا ابني جوع اكلك انت، مش تقول لي اكل رزقك، لا انا اكلك انت نفسك. يا فندم خد حقك من الدوله، ما تاخدش حقك من سواق تاكسي. حلو. انا وانت بقى تعالى نعرض المشكله، يطلعوا لنا قانون وينظم المساله. لكن العماله اللي هي قاعده فيها بطاله دلوقتي. ده مش مبرر ان انت تشتغل بلطجي في الشارع. مين اللي قال بلطجي؟ كده بلطجه، بتاخد حق. ده حقك. لا يا حبيبي لا لا. ده هو حقك ان انت تشتغل تركب اركاب في الشارع. الراكب ده هو اللي بيتحايل عليا ويقول لي تعالى انا عايز اركب معاك. معاك ترخيص بكده يا فندم؟ لا طبعا. لا طب يبقى بلطجه ولا مش بلطجه؟ مخالفه. لان القانون اللي انا بقول لحضرتك عليه. لا لا مش مخالفه. تكسير القوانين بلطجه يا فندم. انا ضد ان انا اخالف القانون. طيب طيب انت شايف ان بتوع الملاكي لما بيحولوها الاجره او بيستخدموا اجره ده بلطجه؟ نوع من انواع البلطجه. اساليب بلطجه يا فندم. ده اساليب بلطجه. شايف ده بلطجه؟ بلطجه فعلا يا فندم. وشايف ان الاستاذ اسماعيل بيدافع عن بلطجه؟ اكيد يا فندم. لا طبعا. جاي هنا لا, لا, دافع لا عن بلطجة. انا ما بدافعش عن انا ما بخالفش قانون يا فندم. ومش عايز اخالفه. ليك حق مشروع اللي انت بتتكلم فيه. اشتغلوا. طب اشتغلوا فين؟ في بطاله دلوقتي، في كساد، في ارتفاع اسعار جنوني. انا مش مسؤول عنه. انا هركب ولادي منين؟ الارتفاع ده انا هركب العربيه اللي عندي. انا مش مسؤول عنه. انا كسواق تاكسي في الشارع عليه اقساط ملتزم بيها.
انت بتيجي تاخد حق الزبون ان هو يجي لك راضيه يا فندم. انت انت معاك كويسه معاك ترخيص هيجي لك مش هيجي للملاك. معاك ترخيص ان انت تشتغل في الشارع؟ لا طبعا. معاك رخصه بكده؟ لا طبعا. طب امال ايه؟ يبقى بلطجه ولا انهي اسلوب؟ انا ما بدافعش عن بلطجه. انهي القانون بيدفع لك ان انت تيجي تبلطج عليا في الشارع؟ انا بدافع عن مواطن مطحون، بدافع عن مواطن في خلاط. انا بدافع عن مواطن المطحون مش لاقي ياكل ابنه. طيب طيب بنته مريضه مش عارف يوديها للدكتور. بعد اذنك يا استاذ، بعد اذنك يا استاذ اسماعيل، انا بلا شك اعزائي المشاهدين الحلقه يعني مشتعله في وجهتي النظر، وسؤال حضراتكم ما رايك في تشغيل الشباب لسياراتهم الملاكي كاجره؟ راي حضرتك في استخدام الشاب سيارته كاجره؟ في ناس بتقول لك لا، اذا كان في احتياج من حق ان انا الجا ل يعني توسعه رزقي واكتساب بطريقه حلال، ووجهه نظر اخرى او فصيل اخر يقول لك لا، انت ما تصدرش مشكلتك او مشكله فصيل على حساب فصيل اخر. يعني انتقل للاستاذ اسماعيل. يا استاذ اسماعيل، اذا كنت هنا تدافع عن ان في مشكله في الارزاق، في ضيق في الارزاق، وتصدر وتدغدغ مشاعر الاخرين او مشاعر الناس وتلعب على هذا الوطن، ومن حقك كيفما تشاء وكيفما ترى. انا كمواطن يا فندم، ما حملنيش كمواطن. خلينا نكمل بقى السؤال. اذا كنت حضرتك يعني بتعزف على هذا الوطن، كيف لك ان تقبل ان تصدر هذا الامر في صورة بلطجة في الشارع؟ أنا مش لا آكل، وحضرتك ما ردتش عليا ومش هترد عليا، وسرقتك. طب بس أنا ناخد حسن بقى، ناخد حسن قبل ما ترد. أه اتفضل. أستاذ حسن. أستاذ حسن. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا أستاذ سامي؟ أهلا بيك يا فندم. أنا بحييك وبحيي ضيوفك. شكرا ليك. أنا كنت عايز بس أعمل مع حضراتكم مداخلة في موضوع العربيات الملاكي والشباب وتسييرهم لها كأجرة. انا واحد من الناس، انا دلوقتي كنت شغال في شغل خاص وكان معايا عربيه. تمام ومعايا عربيه. سبت دلوقتي المصنع قفل. اروح فين بعد كده؟ شغلتها اجره، ايه المشكله في كده؟ هيضايق ده الارزاق بيد ربنا حسن. مش بيد. طيب طب انت كده، طب بعد اذنك كمان. طب انا هحضرك يا فندم. طيب طيب انا تاني يعني 42000 تاني يا استاذ حسن. دي وكفايه يا استاذ حسن. ادي قانون قانون 18 سنه 2015 هيخرجني 6 مليون. هنتكلم عن 6 مليون يا استاذ حسن. استاذ حسن، طب انت شايف ان انا ممكن يعني اكتسب رزقي بطريق غير شرعي او غير قانوني يا فندم؟ غير شرعي ازاي يا فندم؟ يعني ما ده مخالف للقانون. هو انا دلوقتي هو ايه اللي مضايق؟ طيب سواق التاكسي اللي مع حضرتك دلوقتي في كده، ايه اللي مضايقه؟ انا بنزلش موقف معاك. ما يضايقنيش لو ترخص تاكسي زيك يا فندم. انا بنزلش موقف معاك يا فندم. لا بتقابلني في الشارع وبتبقى واقف في المولات. ايه المشكله؟ ايه المشكله الناس ما بتركبش معاك عشان اجرتك غاليه يا فندم؟ طب انت اعمل ترخيص بكده يا فندم. انت راعي ربنا بس وراعي ضميرك بس في موضوع الاجره ده يا فندم. لا راعي ربنا. شكرا شكرا يا استاذ حسن. يعني الاستاذ حسن بيقول لك راعي ربنا، الرحمه فوق القانون، وارحم الناس يعني. يعني انا مين يرحمني يا فندم لما انا ماضي على شيكات؟ عشان لما محدش يرحمك ما ترحمش الناس يعني يا فندم. انا جايب تاكسي، هو جايب عربيته دي بكام يا فندم؟ 70000 جنيه. انا جايب تاكسي ب 150000 جنيه، الضعف يا فندم. انا ممكن ابيع عربيتي. انت قلت في 50000 جنيه رايحين في اللوحات. 50000 يعني انا دلوقتي مش في نظام في البلد وفي قانون؟ تمام. لازم ينظم المساله. ال 50000 دولت بتوع ايه؟ انا ملتزم بالقانون. انت انهي قانون يا فندم ملتزم بيه؟ انت المفروض ان اللوحات المعدنيه دي تبقى على الرخصه. طيب انت يطلع رخصه ممكن ياخد لوحات معدنيه. ملتزم بالقانون انت تاكل في الشارع؟ طيب انت ليه بتطالبه بالتزام بالقانون وانت تدعو الى فوضى؟ بالعكس انا اللي بطالب بالقانون. ازاي يا فندم؟ انا معايا قانون يا فندم ومعايا رخصه يا فندم. انا معايا رخصه. بقول لك انا معايا القانون ومعايا رخصه. انا بقى بتكلم بدستور فوق ابو القانون. الدستور ده ابو القانون. بيقول ايه؟ بيقول فوضى. الدستور بيقول ان الدوله متكفله بالافراد. فين التكفل بتاع الافراد؟ مفيش. ايوه طب ايه الحل؟ انا مش دولة، انا مواطن. انا مواطن. انت تسال الدوله في الموضوع. ما الافراد دول حسن ادائك انا فرد يجي لك. بس انا هقول لك كده، حسن ادائك. انا راعي ضميرك. ماشي بقانون. انت انهي قانون ماشي بيه حبيبي؟ أيوة. ما انا ما بقولش. شفت بقى؟ أنا مش رد عليه. بقول لك انا ماشي بقانون. انت ماشي بأنهي القانون؟ رد عليه. ماشي أنهي القانون؟ الرحمه عليه. فوق القانون. رحمه أيوة. يعني هو يقول لك انا ماشي بالقانون وانت تقول له الرحمه فوق القانون؟ هيعمل لي ايه لما اولادي يكونوا جعانين وانا عندي عربيه 8 10000 جنيه؟ يا فندم ارميها. طيب وانا قاعد من الشغل
مش لاكل. ما تحملنيش عقلك يا فندم. هصرفه في شهر شهرين. طيب انت طيب. راجل بلطجي ما تحملنيش بلطجتك. طيب مين اللي بلطجي؟ يقول الاستاذ اسماعيل بلطجي. بلطجي فعلا يا فندم لما يتعامل بغير قانون. بالعكس ده انا معاك. اتهمه بالبلطجه يا فندم. انا معاك. انت بلطجي. لا 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 لا. بلطجي دوت اللي بيتعامل بغير قانون. معانا مين؟ استاذ محمد. استاذ محمد. الو السلام عليكم. عليكم السلام طبعا يا فندم. انا مش شايف ان في مشكله يعني ان واحد يكون عنده عربيه ملاكي ويشتغل بيها لو هو مش لاقي اي شغل. تمام. ايه المشكله في كده يعني؟ انا دلوقتي راجل ما عنديش شغل انا تاني ولا عندي وظيفه ولا عندي حاجه. فيها ايه المشكله يعني ان انا دلوقتي عربيتي الملاكي اشتغل بيها اذا كانت بقى ايا كان هي طيب. نوع العربيه استاذ دي استاذ محمد برضو اكرر نفس السؤال. طيب اذا كان هذا الامر مخالف للقانون تقبل ذلك؟ طب ما هو قانون. طب ما القانون بقى كان الاول اللي يوفر لي الوظيفه. طيب انا هعمل ايه طيب يعني المفروض يعني اسرق؟ طب ما انا دلوقتي طيب. ده بشكل شرعي وباتفاق طيب. مع الراجل اللي هيجي يركب معايا هو طيب. انا ضربته على ايده؟ لا محمد. انا اتفقت معاه. يا استاذ محمد تقبل اذا كان يعني في مشكله في العمل ان انا خالف القانون ده مبرر؟ يا ريت القانون هو اللي يبقى في صفي، هو اللي يكون معايا، هو اللي يسهل الامور. القانون حائل ما بينك وبين الرزق. شكرا شكرا استاذ محمد. القانون طيب ناخد الاستاذ محمود. طب هستاذن حضرتك. ده الراجل اللي قال لك انت بلطجي. هستاذن حضرتك. بقى مش عليا بقى التوك توك ولا الملاكي. استاذ محمود. استاذ محمود. ايوه استاذنا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا فندم. حضرتك الاستاذ اللي قاعد جنب حضرتك بيقول لك الملاكي يشتغل. انا الاثنين جنبي، مين فيهم يمين ولا الشمال؟ اللي هو اللي على يمين حضرتك. تمام. الاستاذ اسماعيل. الوقت انا راجل عندي ميكروباص، ازاي حضرتك بتحمل بالاجره وانت مالكش الحق في كده؟ انا بدفع سيرفيز وبدفع ضريبه وبدفع تامينات لرخصه عربيه اجره. تمام. تشتغل انت ازاي بعربيه ملاك وتاخد بتاخد حق لك واحد أنا مش لاقي بيدفع أكل. القوانين بتاعتك. قال لك انا مش لاقي اكل يا استاذ محمود، اسرق يعني؟ اكل هو انا يعني هو انا هاخد رزقك بتاع الملاك اللي فايض مني اللي هياكلك؟ وانا حضرتك الاول بعد اذن اساله لو هو معانا على الخط يعني هو بيشرب مخدرات. طيب والظابط يديني وصل ب 200 جنيه. الراجل بيشرب مخدرات. ايوه استاذنك بيشرب مخدرات. طيب يا استاذ محمود يا استاذ محمود استاذنك استاذ محمود ممكن الاستاذ اسماعيل يسال حضرتك سؤال؟ اتفضل. استاذنك حضرتك سواق ميكروباص مش كده؟ ايوه انا عندي 3 عربيات. بسم الله ما شاء الله ربنا يزيدك الاول. يعني حضرتك بتتعاطى مخدرات ولا اي حاجه؟ حضرتك بتشغل شرايط تسجيل بصوت إيه عالي استاذنك بس انت بتنفر. ايه علاقه ايه علاقه انت بتنفر الراكب منك وبيجي لي؟ لا يا انا لا 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 القصه لا مش هقول لحضرتك ان انا ممكن ابقى بفكر سالته يا فندم. يا فندم هو مش معانا في مش معانا في الاستوديو. اتفضل اتفضل يا استاذ محمود. اتفضل. انا ممكن ابقى ماشي في شارع الهرم حضرتك وابص تلاقي الضابط موقفني يقول لي مش طريقك ده تغيير خط سير. تمام. انا طريقي من الجيزه لمشعل. تمام تمام كده حضرتك. يبقى فين انا اللي مش طريقي ده؟ طيب شكرا. بتاع الملاك اللي شغال ده بيقفلوا لنا الدائري والله العظيم 3 والله 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 شارع الهرم وفيصل نص العربيات الفلوكس اللي فيهم عربيات ملاكي اقسمت يمين بالله وبتدفع رشاوي للامنه اللي في الشارع. طيب شكرا شكرا يا استاذ محمود. طبعا احنا ما عندناش أنا عندي بقى ما عندناش حل. نحجب اي حديث أنا عندي يعني حل. احنا عندنا ماشي. هنا منبر أنا عندي حل. فلتحدث فيه كيفما تشاء. ماشي. انا قلت الاول ان الدوله تنظم المساله وتصدر قوانين منظمه عادله. طيب. هقول لحضرتك يا باشا حمل الدوله ما تحملنيش كمواطن، حمل الدوله الاول. انا عايز اقول لك ان يا باشا خد حقوقك من الدوله ما تاخدش حقوقك كمواطن العام. استاذنك انا مواطن دافع تأمينات وضرائب وحلها ان يكون الوسيله النقل المباشر كده هيئه نقل العام ودي هيئه امن قومي لا يجب المساس بعملها ومع ذلك تدخلت الشركات بالنقل الجماعي اكتر من 35 شركه دلوقتي. ده مش موضوعنا يا فندم. لا انا عايز اقول لك ان دي المشكله. انا حقي اللي يخلي الملاكي طيب. يشتغل وياكل الميكروباص وياكل التاكسي هو ده ان يا استاذ اسماعيل انت متهم بالبلطجه وتصدير البلطجه وده كلام الاستاذ سيد لحضرتك. يا ريت حضرتك ترد بس بعد ما ناخد فاصل قصير اعزائي المشاهدين ونرجع لحضراتكم مره اخرى فانتظرونا. التحدي قوم دافع عن رايك والكل سامع قول لنا الاضرار وطبعا قول لنا ايه المال
التحدي التحدي قومي دافع عن رأيك والكل سامع قلنا الأضرار وطبعا قلنا ايه المنافع وابن رأيك عالدليل قلنا بأسلوب جميل واسمع الرأي البديل تلقى نور الحق ساطع ايه تحدي ايه. ورجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين من الفصل وما زلنا مع استخدام السيارة الملاكي كسيارة أجرة أو بديلا لسيارة الأجرة. إنك تستخدم سيارة أو استخدام الشباب لسيارتهم الملاكي بديلا للأجرة بدعوى عدم وجود دخل وعدم وجود عمل. وسؤال حضراتكم ما رأيك في تشغيل أو ما رأيك في تشغيل الشباب لسيارتهم الملاكي كأجرة؟ ما رأيك في تشغيل الشباب لسيارتهم الملاكي كأجرة؟ كان الحديث قبل الفاصل مع الأستاذ إسماعيل. يا أستاذ إسماعيل هناك اتهام موجه لشخصك في هذا الحلقة بأنك تمارس دور البلطجة وتصدير الفوضى إلى الشارع. ده كان حديث الأستاذ سيد. ترد عليه تقول لي أقول له لو أنا بلطجي أكل لي ولادي وأنا همشي معاك زي ما أنت عايز. أنا همشي بالقانون اللي هو 66 لسنة 1973 اللي هو قانون المرور ده. لكن أنا عايش أنا أمشي بالقانون ده. اعمل لي قانون أنا يأكل لي ولادي. القانون ده يا فندم بيلغي ترخيص المركبة ورخصة قائدها إذا استخدمت لغرض المخصص لها. تمام صحيح الكلام دوت بالقانون. اعمل لي انا قانون ياكل ولادي. مش انا اللي هعملك يا فندم. انت بتسالني ليه انا مش انا اللي هعملك. انا القوانين انا ماشي على القوانين. انا ماشي بطاله جديده. ما تطالبنيش يا فندم ان انا اللي اعمل القانون. 10% من المجتمع يا فندم. انا مش انا اللي بنزل القوانين عشان تقول لي اعمل لي قانون. انا وانت نروح نعدل القانون. انا اروح معاك ليه؟ انا ملتزم بالقوانين. انا اروح معاك ليه؟ انا وانت واحد. انا وانت الشعب يا فندم. مسؤولين من مشكلتك انت مش مشكلتك انا. مش يعني انت بتحملني مشكلتك ليه يا فندم؟ حبيبي انا وانت واحد. مشكلتك انا وانت واحد. لا مش واحد يا فندم. انت واحد. واحد ازاي وانت بتاكل اكل عيالي؟ انت كده بتاخد قطع عيالي. انا وانت واحد. احنا لا يا فندم مش واحد. الدولة مسؤولة انها هي تنظم المسألة. مش حضرتك حمل مسؤوليتك للدولة ما تحملهاش. انا بحملها للدولة طبعا. وبقول لك تعالى معايا نتضامن. اجي معاك انا ملتزم بالقوانين وماشي عليها. يبقى قوانينك يا فندم بس ميكروباص. انت عايز قوانين لنفسك حد قوانين لنفسك والتاكسي يا فندم حد قوانين لنفسك. اقول لحضرتك انا ماشي بقوانين. انا ملتزم بقوانين كويسه حضرتك يا فندم. مسؤول النهارده انا مسؤول عنها. انا مسؤول عنها ولا الدولة؟ فساد الطرق بيقلل الحوادث. طيب ناخد الاستاذ طلعت. يا استاذ طلعت الو مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم اتفضل. ربنا يبارك في ساعتك يا فندم. يا فندم انا مع العربيات يا فندم الملاك اللي بتشتغل اللي هتشتغل اجره. انا من ضمن الناس يا فندم اللي كنت شغال ب 3000 جنيه في شركه والشركه استغنت عني ومعايا 3 اولاد. طب اعمل ايه حضرتك؟ اسرع ولا اعمل ايه بالظبط؟ طب صوت حضرتك مش واضح. يا ريت توضح الصوت اكتر يا فندم. انا كنت شغال في شركه احد الشركات كنت باخد 3 4000 جنيه والشركه استغنت عني وانا معايا 3 اولاد دلوقتي. طيب جاي. احنا كده مش الصوت كان واضح وبعدين بدا يختفي تدريجيا لحد ما وبيختفي. طيب هو انا مش لاقي اكل وكنت بشتغل باخد 3000 جنيه. يعني صوته اختفى يعني من انه مش لاقي ياكل. مش لاقي ياكل. ايوه البلد اشتغل بلطجي. مش بلطجي. لا كده بلطجي ده بلطجي. حضرتك هو معاه عربيه مش لاقي يجيب لها بنزين. بيخالف القانون بلطجي يا فندم. هقول لحضرتك طب مخالف اذا كان في قانون مخالف القانون. انا دلوقتي لما يبقى ليا حق ان انا اركب اجره عربيه اجره ماشيه في الشارع تيجي انت تاخد تركب تقف وتعمله بلطجه عند الجامعات وعند المولات يا فندم وتركبه. هقول لحضرتك اتفضل. اولا لابد يكون في نظام في البلد. النظام دوت مش انا اللي هعمله. الاستاذ محمود باخد الاستاذ محمود. استاذ محمود السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا فندم. ازي حضرتك يا استاذ سامح؟ اهلا بحضرتك. اهلا بيك. ايه دلوقتي حضرتك يا استاذ سامح انا عاوز اعرض رايي بسيط جدا. اتفضل. دلوقتي انا عندي طبق واحد واتنين جعانين. تمام. عندي ما ينفعش اقول لي ده خده كله. ما ينفعش اقول لي ده خده كله. بالظبط. لازم حضرتك نلاقي حل يوسط القضيه بين الاثنين. تمام. كلام جميل. دلوقتي انا عندي ولدين وعندي طبق اكل واحد. تمام. ما ينفعش اقول لي ده خده كله وما ينفعش يجي حضرتك معلش الاستاذ يا فندم اسال الاستاذ اللي بيتكلم. طب ده اساسا اللي واقف على اللي جنب اللي على يمين حضرتك. هو المفروض يمثل الدولة اصلا او يوصل القانون. مش المفروض ابدا اللي هو يطلع يمثل السواق العربيات الخاصة. لان حضرتك ما ينفعش. فحضرتك هو راجل مسؤول.
انا مع الدوله في تنظيم المساله وليس مع البلطجي. انا ضد البلطجه، انا ضد حضرتك. انا مع البلطجه. طب اتفضل يا استاذ محمود. انا ما قلتش ان حضرتك بلطجي او مع البلطجه. الاستاذ قال لي بلطجي. لا لا والله العظيم قال لي والله بلطجي. بلطجي لما انت وضع البلطجه في الشارع. حضرتك معلش حضرتك ازاي انا مسامحك ان حضرتك نسمع ان حضرتك بتدافع عنه احيانا بيمارس البلطجه فعلا، ده موجود في الشارع. وعلى فكره المشكله مش مشكله سواق تاكسي او مشكله سواق ملاكي، المشكله مشكله ممكن تكون اكبر من كده. تمام. في ناس يعني المفروض تبص للقضيه من اعلى من كده. تمام. شكرا شكرا يا استاذ محمود. شكرا شكرا. انا قلت لحضرتك في حلول دلوقتي. طيب الحل طيب. ان الدوله تنظم المساله وتصدر قوانين. يا فندم الحل عند حضرتك ما تحللوش عليها يا سواق التاكسي بشرط. يا فندم ما تحللوش عليها اشرار يا استاذ. توزيع العداله الاجتماعيه ده اساس. انت مش واخد بالك يا استاذ. انا معاك. انا عايز العداله الاجتماعيه. دول الاسر دي هتروح. طيب يا استاذ سيد لو سمحت. يا استاذ اسماعيل اتفضل. ممكن تديني التليفون بتاع حضرتك؟ لا اتفضل. طيب انا راجل مش لاقي اكل والدوله طلعتني من الشغل. تمام. ومش لاقي وظيفه. تمام. فانا هضطر ان انا اخد التليفون بتاع حضرتك ده. انا الرد الطبيعي ان انا ادافع عن تليفوني واخده من حضرتك. تاخده ازاي يا فندم؟ انا مش لاقي اكل. ايه يا اخي بقى مش لاقي اكل عيالي. لا انا مش لاقي اكل. ملتزمين ان احنا ننفذ القانون. وانا وانت اكل عيالي. ملتزمه بينا. انا مش لاقي اكل عيالي. روح الكلام ده للدوله. انا خلاص. انا وانت نروح للدوله. يا فندم روح انت بقى لحد. لا 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 غلط. انا وانت نروح للدوله. هو يروح ليه؟ انا وانت نروح للدوله ونخليها تلتزم. انت ليك حق. انت ليك حق ان انت ليك حق ان انت تمشي في الشارع؟ طبعا ليه حق امشي في الشارع؟ عمال امشي تركب فيه. تركب في الشارع حق الاجره دوت يا فندم. دوت حق إيه؟ العربيات الاجره مش حق الملاك. اجره ايه؟ حق العربيات الاجره اللي بتدفع سيرفيز وبتدفع ضرائب طول السنه. انا مش مع الراجل يا فندم. حضرتك بتدفع سيرفيز؟ لا طبعا يا فندم. انت الزبون انت هو انت اللي بيجيني ليه؟ علشان انت انا مع حضرتك بتختلف. انا مع حضرتك. انا مع حضرتك بتنافق الراكب. بتعامله معامله سيئه. أنا طبعا أنا طبعا. انافقه ازاي؟ انافقه ازاي؟ انافقه ازاي وانا ماشي بقوانين يا فندم؟ يعني ايه قوانين؟ ايه تتهم الراجل بالنفاق؟ لا انا ما بتهموش هو بشخصه. انا بتهم لا يا فندم. لا 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 عمل. انا ماشي انا ماشي بقانون وماشي بحق الراكب. دوت حقي. انت اللي منافق عشان تمشي تاخد حق غير حقك. دوت نفاق. لا 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 وبتتهمني بالنفاق. لا 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 ما ينفعش. احنا يا فندم لا هو حضرته انهي قانون بيسمح له باللي هو بيتكلم بيه ده؟ انا بقول لك القانون معاك والراجل بتاع الملاك اللي بيركب دوت بيركب بمزاجك ولا غصب عنك؟ حضرتك قبل ما تجيب الملاك ديت كنت بتشتغل في شركه طبيعي. طيب ايه الحق اللي انت الشركه حرمتك من حق؟ في بطاله. البطاله دي ما تحملهاش. انت ما خدتش حقك من الشركه جاي تاخده من سواق التاكسي. انا وانت بقى نروح لطالب الدوله عايزين. انا هروح ليه؟ انا هروح ليه؟ انا مش مطالب من الدوله. انا الدوله حطيت لي قوانين وانا ماشي بيها. انا هروح ليه للدوله؟ خلاص يبقى الدوله هي اللي هتحاسب سواق الملاكي مش حضرتك. هتحاسبك ازاي؟ ما انت تعتبر بتسرق من الدوله وتسرق مني. حلو. الدوله تحاسبك. انت بتسرق من الدوله وتسرق مني. الدوله تحاسبه. هي الدوله اساءت للفرد ده اساسا في المجتمعات المتقدمه. الدوله منوط بيها انها تعلمه وتاكله وتكسيه وتسكنه. يا فندم حقوقك من الدوله بتاخدها من مواطن عادي ليه؟ ومين اللي قالك بتفرضها عليا انا كمواطن عادي ليه؟ انت اللي فرطت في حقوقك. ما فرطتش حقوقي. انا عملت الراكب بطريقه سيئه. انا فرطت حقوقي لما اسمع لك انت تمشي في الشارع. انت لما عملت الراكب بطريقه سيئه هرب منك يا فندم. راح للملاك اللي هو حضرتك يا فندم. مبلغ قليل. حضرتك المشوار اللي بياخد 5 جنيه العداد بتاعه بيعمل 20 جنيه و25 جنيه. يا فندم دوت عداد نازل. العداد بيتلعب فيه. في طرق للعب في العداد. يا فندم انا مفيش طرق للعب. لا 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 يا فندم انا بدخل انا العداد ده بيروح المرور. ومن ثم معظم الاوقات يقول لك العداد مش شغال. العداد بايظ اصل انا رايح اجيبه. العداد بايظ. حضرتك بتشتغل بانهي عداد؟ مفيش عداد. مفيش عداد. في قانون بيسمح ان انت تمشي من غير عداد؟ حبيبي لو انت سامح لنفسك ان انت تاكسي في قانون بيسمح لك ان انت تمشي من غير عداد؟ لو تاكسي ماشي من غير عداد دي مخالفه. يا فندم انت ما عندكش مبرر اساسا. الملاكي ما عندوش عداد اصلا عشان يمشي بيه. ده ايه ملوش الحق اصلا انه يركب في الشارع؟ الملاكي ملوش الحق ما بيننا في الشارع. الاختلاف ما بيننا ان الراكب دوت بيجي هو اللي يتفق مع سواق الملاكي
ويقول له انا عايز اروح انت اللي فرض نفسك فلاني. انت اللي فرض نفسك انت اللي فرض نفسك على وانت بنفسك انت اعترفت نفسك عليه. انت اعترفت قلت ان انا اغلى من الملاكي يا فندم. انت اغلى من الملاكي يعني ايه؟ انا ماشي بعجال يعني انت بتمشي انا مش بنزين. ماشي بلطجه ما بفرضش على الراكب انت بتمشي ببنزين مختلف عن العربيه الثانيه بتاعت الملاكي يا فندم. دوت حق مشروع ثواني بس انت بتصلح عربيتك بطريقه مختلفه عن السواق الملاكي. السواق الملاكي ملوش الحق اساسا انه يركب من الشارع. له ملوش. انت دلوقتي بسالك انت بتمشي ببنزين مختلف ده بس يعني في نوع من البنزين مخصوص بيدفع ضرايب اكتر من بتاع الملاكي. حلو. هو بيدفع ضرايب عشان هو معاه تاكسي رسمي. هو بيقعد الزبون بيجي بيركب بيوصله لو هو دلوقتي. بيوصله بطريقه لطيفه وبيوصله للمكان اللي هو عايزه وبيعامله بلين ولباقه كده هيجي الزبون ليه تاني مش هيروح للملاك. لكن هو اللي بيسيء فالزبون بيهرب يروح للملاك. يا فندم انت فرض نفسك على الزبون حضرتك انت كملاكي فرض نفسك على الشارع. الدوله تحاسبه. طب انا هقول يا دوله طيب دلوقتي هجيب ده منين؟ امال بتلتزم بالقانون بناء على ايه؟ الدوله تحاسب. وانت تلتزم بالقانون وقت ما تكون عايز. الدوله مفروض عليا مش عايز مفيش قانون. ما بتحاسبكش انت حبيبي. انت تلجا للدوله في الحالتين ولا في حاله واحده؟ في الحالتين. في الحالتين. الحالتين بتقول لك الدوله منوط بيها ان هي تسد حاجه المواطن ده. انا من خلال هي ما اديتوش حق. من خلال البرنامج برضه بناشد الدوله بتجيب لي حق اللي حضرتك بتسرقه. حلو. من حقك انا من خلال البرنامج انك تناشد الدوله. انا عايز حقي كمواطن. انا قصيت عليا ديت واولادي اللي في البيت اكلهم منين؟ الناس اللي هي زي حضرتك كده بتتفاهم بالعقل كده يا فندم. ما هو بالعقل انا بتكلم حضرتك الاداء وتجذب الزبون مش محتاجين لتنظيم الدوله يا فندم. انا ما ينفعش اكذب الزبون. انا مش بسطر يا فندم. هقول لحضرتك انا ما ينفعش اكذب الزبون. انا اكذب اصل انا ما احطش الزبون الزبون ده طالع يركب عربيه اجره. معلش معلش ما عندوش عربيه يركب عربيه اجره ما يركبش ملاك يا استاذي. احط الزبون على رقبته سكينه واقول له لازم تركب التاكسي ده غلا وكوى اركب التاكسي ده. لا اركبه ملاكي بتاع حضرتك. اركبه الملاكي بتاع حضرتك. هو بيركب الملاكي ليه؟ عشان حضرتك يا فندم.